اوكي، كنت عم فرجي ربا بكره نذكركم نجم الاردن الساعه 9، ف عم فرجي هيك حلوه الصوره. حلوه بكره العرض المباشر اكيد الرابع. اكيد. طيب صباح الخير ربا. صباح النور. كيف اهلا، كيفك ديالا؟ تمام الحمد لله. اليوم بدنا نحكي، يعني اللي بشوف الطاوله بقول ما في له علاقه دايت هون، كلياته منصحات كله ومشاهير دسمه. بس بليز بدي اسالك قبل ما نبلش على البطيخ. بما انه هلا احنا بلشنا موسم البطيخ، نزل نزل ولو اكلته شوي. بس لسه عجبك في طعم حلو؟ بحب احس لسه لقدام. بتحس ما هو حسب اي مزرعه، حسب اللي بقول لك هون بالمفرق، بقول لك وادي رام اللي بقول لك ابصر صحتين. ايش بنصح؟ هلا دائما بسالوا هذا الاشي، هلا الفرق بين البطيخ والفواكه الثانيه بإشي بنسميه احنا المؤشر الجلايسيمي، يعني قد ايه نسبه السكر في الدم ترتفع بعد تناوله. يعتبر من انواع الفواكه اللي شوي بيرتفع نسبه السكر في الدم بعد تناوله اكثر من الفواكه الثانيه، يعني هو نفس المرتبه زي التمر زي الموز زي الشمام زي العنب، وهدول كثير بننصحهم للرياضيين بعد التمرين، لانه بكون الجلايكوجين او مخزون السكر نزل، فلما ياخذوه بيساعد انهم ياخذوا طاقه بسرعه بعد التمرين. الفواكه كلها بشكل عام اذا بناخذها بالحصه تقريبا من 60 ل 70 سعره حراريه، فاذا انت بتاخذي بالكميه الصح يعني او بدل الفواكه ما بيؤدي لزياده وزن. اذا اكلتي بطيخه، هو المشكله مش بطيخه، بتاكلي ايش وحده؟ بتاكلي كثير بطيخ. بس مثلا لما تاكلي بطيخ بتحسي حالك تاكلي فواكه تانية خلال هذا النهار؟ لا، يعني اذا اخذتي شرحتين ثلاثه وكنتي شرحتين قد ايه؟ شرحتين من البطيخه ولا شرح شقفتين؟ لا يعني خليني اعطيكي مثال، مثلا قد الصحن، قد الصحن بالضبط، مرتين يعني بالنهار، يعني الحصه تقريبا كوب، فمرتين بالنهار هي حصتين، فانت مسموح لك من 2 ل 4 فروت. الله يسامح اللي اعطانا هالخبريه. ليش يعني خوفك من البطيخ؟ هن بيقول اكثر فواكه بتنصح. لا هي لا الكميه الحلو اللي بنصح الناس، ما بعرف كيف بيركزوا على الاشياء الصحيه وبخوفوكي منها، ولما نيجي نحكي على الحلو او مثلا انواع تانية او هاي ما عادي، هدولك مش مشكله، كلها حبه شوكولاته يعني. خلينا نحكي صحنين زي هدول بالنهار، بالنهار بدل مثلا فواكه تانية بس ما تاخذيش معها شيء تاني حلو. لا مش مش شيء حلو، فواكه فواكه يعني ممكن اذا اصلا موسم البطيخ مين بياكل يعني كمان تاني. اذا كنتي ماكله الصبح حبه فاكهه هاي 3 حصص عادي. حلو. بالامان بالامان بالامان. طيب نحن قدامنا هلا مجموعه من الحلويات والمشهيات. أوكي. اللي اكيد الكل بياكلها صح، او بحبها وبشتهيها صح، فشو بدك نحكي عنها؟ قديش فيها كل وحده كالوريز؟ هلا هاي انا ليش حبيت اجيبها اليوم، كثير ناس بيعملوا ريجيم خاصه هلا بتحسيهم قبل الصيف بدهم يبلش يشيلوا حالهم وينحفوا صح، مع انه لازم دائما الواحد يهتم بصحته. فاذا الواحد عم بيعمل ريجيم واجى على باله يتحلى، دائما بسمع هذا السؤال انه قد ايه اكل او ايش اكل وقد ايه الكميه، فانا حاولت اجيب عده انواع من اللي اكثر شيء بتاكل يعني، وبدنا نحكي انه هدول فيهم تقريبا 100 سعره اقل شوي، يعني من 100 لاقل نتفه، اللي هي هذا بتقدري تستبدليها انت باي شيء بالرجيم اذا انت عامله رجيم مثلا واحد بده يخفف وزن وحابب يوم من هالاسبوع يتحلى. أوكي. فايش بنقدر ناخذ امثله فيها 100 سعره من الحلويات واقل عشان ما ياثر كثير على الرجيم وزياده الوزن. فمثلا خلينا نبدا مثلا الناس اللي بحبوا شوكولاته مثلا. هلا انا دائما بحب دائما بحكي انه الشوكولاته الغامقه السوداء، فاذا حابين ناخذها اللي بتعطيكي تقريبا 100 سعره حراريه، طبعا هذا دائما تقريبا 100 سعره تقريبا وين بايش بكميه مثلا بالثلاث حبات بثلاث بلوكات زي هدول زي هدول. هو فعليا ثلاث حبات صغار، ثلاث حبات صغار فيهم 100 سعره حراريه تقريبا، 100 سعره حراريه تقريبا. فهذا يعني اذا حبينا نتحلى ما ناخذ اكثر من هاي الكميه عشان ما يصير في عندنا زيادة في الوزن. في ناس تاني بحب الشوكولاتة اللي فيها مثلا ويفر بسكوت، بسكوت فيها ويفر، هاي تقريبا حبتين فيها من 100 ل 120 سعرة حرارية. احنا بدنا نحاول اذا بدك تاخدي 100 تقدري تاخدي حبة ونص مثلا. خلينا بس نفرجي اوكي مبين على الكاميرا. هاي حبة ونص، حبة ونص هاي 100، اذا تنتين بيصير عندنا 150 120 سعرة حرارية تقريبا. اصبعين 120 بالضبط. في الاشياء اللي بيكون فيها من جوا كريمه زي مثلا السويس رول، هاي في عندنا سويس رول محشي كريمه، وهي واحد تاني على شوكولاته، هاي المفضله عند ميس. هاي ميس بتحبها كل يوم الصبح بس قدها ياكلت 4 مرات. لا هي 400 بس ميس بتحمل جسمها سمباتيك. لا بس احنا عشان صحه كمان خليني احكي معها اتفاهم معها، بعرف اذا بتحضرنا هلا. هلا الوحده فيها 100 سعره، فاذا انت حابه تاخدي هلا هاي المشكلة. في ناس بتلاقيهم بيفطروا 4-5 حبات على مع كاسة الشاي، هاي أكلوا كل وجبتهم للنهار أصلاً بالضبط، يعني بدل هذا. فإحنا بنحكي لناس بيعملوا رجيم بيقدر ياخد حبة لأنه فيها كريمة طبعاً محشية، حبة فيها 100 سعرة حرارية. طيب
طب بدي أسألك قبل ما نبلش. طيب بعدين بنكمل. السكر اللي موجود في السكريات ولا الموجود بالفواكه، شو الفرق بينهم؟ شو الفرق؟ هلا هون هاي الأطعمة اللي قدامنا هاي بنسميها سكريات مضافة. مضافة. يعني مش أصلاً طبيعياً موجودة بأكلنا. وفي عنا تحديد للكميات السكريات المضافة، إحنا ما لازم نتجاوز حد معين بالنهار عشان ما يصير في عنا مشاكل صحية وزيادة في الوزن. وحتى بكون مكتوب على الملصق الغذائي مثلا، لأنه السكريات هي من النشويات، بقول لك نسبة النشويات وبنقدر نقرأ تحتها قدي في سكر مضاف. أوكي، فبتقدري تعرفي أنت قدي كم من معلقة من السكر موجود بالحلو. هلا بعطيه مثال سريع، السكريات الموجودة في الفاكهة هي سكريات طبيعية مفيدة، سكر الفركتوز طبعا مفيدة، وهي بتدخل بحسابتها ضمن الأغذية اللي إحنا لازم نأكلها يوميا. يعني الفواكه من الأطعمة اللي لازم نأخذها يوميا ومحسوبة بالنظام الغذائي، مش إشي سكر مضاف امتصاصه بكون سريع جدا. يعني هدول سكريات بسيطة نأكلها حتى بنجوع بسرعة. يعني انت بتاكلي قطعه شوكولاته ولا كيك الصبح افطرتي، مش زي لما تفطري ساندويتش، صح بشبعك لانه هضمه بياخذ فتره في الجسم ليطلع السكر للدم، هديك على السريع. فاحنا السكريات المضافه لها تحديد انه احنا ما لازم تتجاوز حد معين في اليوم عشان ما تضر بصحتنا. طب نقدر ناكل اللي عامله بيعملوا دايت بيقدروا ياخذوا من هاي الاشياء بالحسبه مع الفواكه؟ الفواكه شيء ثاني، الفواكه يعني عادي يجمع. بالضبط، الفواكه بتكون من الاشياء اليوميه اللي لازم ناخذها بالرجيم وما لازم نلغيها. طب وقديش نحن مسموح لنا سكر باليوم؟ سكر هلا تقريبا للسيدات من 6 ل 8 معالق في اليوم، او تقريبا 6 معالق. السكر العادي الابيض، سكر من ضمنه السكريات المضافه، من ضمنه. عرفتي يعني اذا هلا هذا مش لازم كمان، هذا الحد الاعلى اذا نقدر نستغني عنه. نستغني عنه هذا. هلا ايش بشمل هذا؟ بشمل السكريات المضيفه على الشاي والقهوه، السكر المشروب، المشروبات الغازيه. المشروبات الغازيه لحالها العلبه فيها 8، فانت اذا شربتيها يعني باعتبار زي كأنه انت لا بدك تضيفي لا سكر على الشاي ولا تاخذي حلو ولا تاخذي شوكولاته. هلا اللبن اذا اخذنا نص كوب مع معلقه عسل بتوصل ل 100 سعره حراريه، طبعا اذا اخترنا اللبن القليل الدسم. ايش في عندنا كمان؟ كيف نقدر الطفل كيف نقدر يعني نضبط تناوله للسكر؟ الاطفال نركز عليهم كثير منيح، هي عباره عن عادات. يعني اذا الام دائما عندها هذا الحلو بالبيت ومتواجد، ايوه انت احنا عم نزرع عادات غذائيه خاطئه عند الطفل، مش بكون عندهم خزانه وبتحالوا فيها. بالضبط، انه هاي احنا لازم نعود الطفل من عمر صغير. يعني كثير مرات بسمع امهات بيحكوا ما ابني نحيف خلي شوي ينصح، بنصحوه في الطريقه الخطا. يعني بتلاقيهم شوكولاته بسكوت مش مشكله، ما هو بحرقهم انه ولكن احنا دائما نحكي اخصائيين تغذيه هاي عباره عن عادات، والعادات اللي بتكون موجوده من انت وصغيره بتمشي معك وانت وكبيره. فنحاول انه مثلا نخصص يوم بالاسبوع مثلا ياخذوا فيه حلو ونتأيد بانواع الحلو. يعني انا كثير ما بحب ينعطى للطفل الكاندي او الإشي اللي بيلزق بالاسنان، هذا خطير جدا. يعني ممكن لسه حبه شوكولاته بسكوته كيك مثلا على القليله فيه شويه فوائد، هذا اللي بيلزق. اما هذا ضار جدا، ضار جدا. في سؤال كثير حبيته من نجله بتقول لك ليش ما نحط طيب كاكاو بودره بدل السيرب؟ ممكن ممكن أخف. بس احنا لانه عم نحكي على حلويات وعم نحكي على أشياء بتعطي حلاوة بالرجيم للناس اللي عم بيعملوا رجيم وحابين يخففوا من وزنهم، بدهم إشي حلو بحيث ما يأثر على الرجيم، عشان هيك بس أنا اخترت السيرب مش عشان إشي يعني. عصير الجزر والموز بفيد للرجيم؟ بفيد جداً عادي طبعاً عادي. بس كل العصائر على الكمية، النص كوب من العصير يعتبر حصة تتاخد مثلاً، تقدر مثلاً إذا بدل حبتين فاكهة. الكوب قديش زي هاد؟ هاي كوب تقريباً اللي هو لا هذا الكوب هذا اللي هو الكوب. 240 ملي. أوكي. نص كاسة عصير طبيعي عادي تعتبر حصة من الفاكهة، من الفاكهة. إذا شربت واحد حصتين. بس هلا الفائدة أهلا من يوم من فوقت للتاني ما في مشكلة، ولكن الفائدة بالفاكهة أكتر. بس ما هو عصير فريش، ما هو في عندك الياف وهدول الاشياء اللي هي احنا بنحبها بالفواكه والخضره. اذا بدك قبل ما تلاقي سؤال بس في احكي سؤال بس احكي على البسكوت لانه كثير ناس بياكلوه، خلينا نحكي عنهم بسرعه قبل ما ناخذ سؤال. الثلاث حبات من هذا البسكوت الشاي الناس بحبوه 100 سعره حراريه، 100 سعره. في ناس بيخلصوا باكيت على القعده هذا لانه في من جوا كريمه محشي. بدك تاخذي نص فيه 100 سعره، لا يعني 3 ارباع. هاي شو؟ هاي التنتين، هاي محشيه زي كيك من جوا يا سيدي. اوكي هيا قلت لك اليوم انت عامله لا والله هاي الصحه اللي فيها تمر يا عين، هذه منيحه
الوحده فيها 70 سعره حراريه. اوكي هاي. هذا لمحشي ويفر. هاي قد ايه لازم ناكلهم الاربعه؟ الاربعه فيهم 110 120 سعره حراريه. انا وحده مش معقول. لا 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 ما هي عم نعطي يا دوبك تبلشي تبدا تحلي. مش عارفه اذا مبين على الكاميرا انا. هاتي فرجيها عم بقول للمصور اذا أوكي. مش عارفه خلينا نقرب عليها وضح اكثر ورجيهم. هاي محشيه قلنا هيها تمر. هاي محشيه تمر فيها 90 وفيها شوكولاته. الحبه فيها 75 سعره حراريه. قديش حبه صغيره يعني حرام. لانه في تمر لا ناكل بطيخ اطيب صح؟ شايفه كيف؟ وعندنا هذا كمان مره اذا بدهم على الكاميرا بعرفش اذا مبين هون. هذا الويفر. الويفر هذا فيه لازم يعني حبات. 3-4 ووصلوا 100 سعره حراريه. ايش في عندنا اسئله ثانيه؟ في سؤال بتقول لك انا حامل والسكر عندي نازل 55 كيف ممكن ارفعه؟ عليك بالمشهيات. تمر. لا التمر اي بيفضل التمر باخر اشهر من الحمل. ايش ممكن ترفعه؟ مشمش ممكن تاخذ الفواكه تاخذها مشمش مجفف زبيب هاي الاشياء ممكن ترفع نسبه وما تنسى تفطر يعني اذا بتهمل حالها بالفطور الخبز بيرفع طبعا بيرفع بس اذا بصير هبوط احنا دائما لما الناس يوصل لمرحله انه هبوط حاد بالسكر كاسه عصير حليب مع موز محبه موزه بطيخ هدول بيرفعوا نسبه السكر في الدم. الحليب كامل الدسم بينصح فيه وشو الاكلات اللي لازم ناكلها الحامل تاكلها الحامل لتفادي السمنه؟ هلا هذا موضوع كبير تاع الحامل ممكن اعطي كامل الدسم. كامل الدسم ممكن بس اذا عندها سمنه ممكن تروح على القليل الدسم مثلا او خالي الدسم. السكر المحلى قديش فيه سعر حراري؟ كيف يعني السكر المحلى؟ السكر هي أظن السكرين عفوا السكرين محليات. محليات المحليات بتحلي كطعم 500 مرة أكثر من السكر. والمعلقة عادة ما فيهم سعرات في بعض الأنواع فيها شوي بكون فيها 2-1 دايما اعتدال هدول لأنه دراسات جديدة بترفع الشهية ممكن تزيد خطر الإصابة بالسكر بالسكري فدايما باعتدال للأطفال لا الأطفال يعني أكيد لا. لأنه في ناس بيقولوا لي أنا بعطي حتى غير الأطفال اللي عندهم سكري حتى ولو ما لو يفضل ما يتعرضوا لمحليات وفي أطفال بيشربوا المشروب الغازي الخالي من السكر في محليات يعني كثير بفضل إنه ما يتعرضوا الأطفال للمحليات الصناعية بعمر صغير. الموز بيحكوا إنه خطير في نسبة سكر عالية مع انه مفيد. لا مع انه مفيد جدا قلنا برفع نسبه السكر في الدم شوي بعد تناوله. لا مفيد جدا في بوتاسيوم عالي. الشوكولاته الخاليه من السكر تبعت الدايت نقدر ناخذ منها؟ بدكم تنتبهوا للسعرات عاده بتكون سعراتها اكثر من العاديه لانه بيقيموا سكر بضيفوا شوي دهون فاقرا الملصق الغذائي. اقري الملصق الغذائي قد ايه الكميه لانه مرات بتكون دهون عاليه فيها. في سؤال هيك يعني شو المشروبات الحارقه للسكر؟ ما في شيء زي فيه. هيك مشروبات حارقه للسكر لا 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 ما في زي هيك شيء. طيب حلو حارق للدهون يمكن قصده يمكن هو حارق للدهون برضه هدول بيرفعوا الميتابوليزم بخلوك تحت بس انه مش لا كتير. لا الشيء اللي بيرفع هاي اللي هي تعدد الوجبات يوميا والرياضه هدول الاشياء اللي بترفع الميتابوليزم هذا الشيء المهم. طيب شكرا قلنا بشوكولاته ممكن اوكي ممكن اسالكم كيف ممكن نعود انفسنا على تقليل من اكل الشوكولاته خصوصا الناس اللي بحبوا الشوكولاته؟ هاي عاده سيئه جدا. هلا هنا نبدا فيها تدريجيا يعني في ناس متعودين انه لازم كل يوم باكيتين بدنا نصير نحاول كل مره نخفف شوي من الكميه ونعود لساننا على هذا الشيء لانه هو كيف بتعودي حالك فتدريجيا نحاول نخفف بتقل كميه السكر اللي انت اصلا متعوده عليها بالمشروبات. اللي بتعمل الكيك مثلا تقولي بنتي بتحب الكب كيك وانا بعملها دائما في البيت لا هي بتعملها في البيت بالبيت اوكي بالبيت كيف ممكن هيك يعني مفيده تقلل منها تقلل هلا السكر. مثلا انا بحب بستخدم حليب خالي الدسم مرات بحط فيها فواكه مجففه وبخفف كميه بدل زبده بحط زيت وبخفف الكميه بزبط يعني على القليله بياخذ الطفل فوائد. انت مره عملتي كيك علمتينا كلها تنعمل كيك كثير خفيف وزاكي طعمه كثير زاكي بلكي مره ثانيه عملناه ان شاء الله ان شاء الله ربا شكرا كثير ما جاوبنا كل الأسئلة إن شاء الله بنجاوبهم بحلقات ثانية.